ريال مدريد يتواصل مع باريس سان جيرمان لضم مبابي، خطوة رسمية من ريال مدريد لدم ألاندا. رئيس برشلونة يؤكد تجديد عقد ميسي. كوندي يوجه صدمة إلى برشلونة وريال مدريد. مستجدات في مستقبل بيانيتش مع برشلونة. أنشيلوتي يطالب ريال مدريد بالتعاقد مع ظهير مانشستر يونايتد. ريال مدريد يصدم فينيسيوس ويعرضه على مانشستر يونايتد. أهلا بكم متابعين في قناة عرب جول أخبار. سؤالنا اليوم: هل تتوقع أن ينجح بيريز في ضم ألاند ومبابي إلى ريال مدريد؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. والآن إلى التفاصيل. كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات مستقبل البوسني ميرلم بيانيتش لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة وإمكانية رحيله الصيف الجاري. وانضم بيانيتش إلى صفوف البارسا صيف 2020 قادما من يوفنتوس، ووقع على عقد حتى 30 من يونيو 2024. وأكد موقع كالتشو أمريكاتو الإيطالي أن وكيل أعمال بيانيتش سيسافر إلى مدينة ميلانو من أجل البحث عن عودته إلى الدوري الإيطالي في الفترة المقبلة. وأفاد التقرير أن بيانيتش ووكيل أعماله يبحث عن مخرج من برشلونة في الميركاتو الصيفي الحالي بعد عدم الاعتماد عليه في الفترة الأخيرة من قبل مدرب الفريق. وأشار التقرير إلى أنه دخل اهتمام العديد من الأندية كيوفنتوس، الميلان والإنتر وبعض الأندية الإنجليزية وعلى رأسها توتنهام. وكانت أفاد التقرير أن برشلونة يرغب في التخلص من بيانيتش في الانتقالات الصيفية الجارية. يذكر أنه منذ انضمام بيانيتش إلى صفوف البارسا شارك مع القلعة الكاتالونية في 30 مباراة في مختلف البطولات. طلب مدرب ريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي إدارة الفريق الملكي بضرورة تقوية صفوف فريقه وتحديدا في مركز الظهير الأيمن. ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا يوضح طلب أنشيلوتي التعاقد مع دييغو دالوت ظهير أيمن مانشستر يونايتد لمعرفته بمستوى اللاعب عندما كان يدرب فريق إيفرتون. ويدرس حاليا الفريق الملكي إمكانية ضم دالوت إلى ريال مدريد، حيث لديه عدة خيارات في مركز الظهير الأيمن مثل داني كارفاخال وألفارو أودريازولا. يأتي ذلك بعد أداء دالوت الرائع في الميلان، والذي مثل ألوانه في الموسم الماضي على سبيل الإعارة قبل العودة إلى اليونايتد بعد انتهاء الفترة. دالوت 22 عاما، هو شاب من بورتو البرتغالي، انتقل إلى اليونايتد عام 2018 ولعب على سبيل الإعارة للميلان في موسم 2020-21. ولعب دالوت مع الفريق الأول لمانشستر في 35 مباراة، سجل فيها هدفا واحدا وسجل 3 أهداف لزملائه. ولعب للميلان 33 مباراة، سجل فيها هدفين وسجل 3 أهداف. ولعب دالوت مباراتين مع المنتخب البرتغالي، لكنه يتمتع بسجل حافل مع الفرق السنية في بلاده، ومستقبل مشرق ينتظره. كشفت تقارير صحفية فرنسية عن تطورات جديدة بشأن مفاوضات نادي ريال مدريد مع كيلين مبابي نجم باريس سان جيرمان للحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية. وأبدى مبابي رغبته في خوض تجربة جديدة بالانضمام إلى ريال مدريد، لكن الفريق الباريسي لا يزال يتمسك بخدماته ويرفض رحيله، ويحاول التوصل لاتفاق لتجديد عقده الذي ينتهي في الصيف القادم. وطبقا لصحيفة ليكيب الفرنسية، فإن الريال تواصل مع سان جيرمان لكنه كان اتصالا خجولا من جانب الملكي. وأوضحت أن ريال مدريد لم يوضح خلال الاتصال الدخول في مفاوضات سريعة أو التعبير عن نهاية سعيدة للميرينجي قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية. وتابعت أن ريال مدريد يعلم أن لديه أزمة، وهي عدم تفريط ناصر الخليفي في خدمات مبابي واستمراره في إقناعه بالتجديد لعقده. وكذلك مبابي لا ينوي إجبار النادي على رحيله لعدم الدخول في الصراع. وأكدت أن بيريز وسان جيرمان لا ينويان الدخول في صدام، خاصة النادي الباريسي بسبب شركة ACS الإسبانية والتي يترأسها بيريز ولها مصالح في قطر. واختتمت الاتصال أكد على أن باريس سان جيرمان لا يفرط في خدمات مبابي بسهولة، ولديه اقتناع كبير بقدرته على إقناع اللاعب لتجديد عقده عاجلا أم آجلا. كشفت صحيفة ماركا الإسبانية أمس أن النجم النرويجي إيرلينغ ألاند قناص فريق بروسيا دورتموند أعطى الضوء الأخضر لوكيله لمفاوضة ريال مدريد على شروط انتقاله لحمل قميص النادي الملكي. وقالت الصحيفة أن المفاوضات بدأت بالفعل، وتقدم الريال
عرض رسمي أول إلى النادي الألماني ب 110 ملايين يورو، ويتوقع أن تنتهي المفاوضات برقم يصل إلى 130 مليون يورو. أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة أن العمل جار على توقيع عقد جديد مع أسطورة الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي. وقال لابورتا في تصريح مقتضب: نحن الآن في خضم عملية التجديد لميسي، نحن نبذل قصارى جهدنا بهذا الصدد. وانتهى عقد ميسي 33 عاما هذا الصيف مع البارسا، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن لاتفاق حول توقيع عقد جديد. ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن هناك لاعبا جديدا يستعد لمغادرة الكامب نو خلال الميركاتو الصيفي الحالي، متجها للعب في الدوري الإنجليزي. وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو أن هناك اهتمام كبير من إحدى الأندية الإنجليزية بضم الدنماركي مارتن برايثويت، خاصة نادي برايتن الذي يسعى للتقدم بعرض التعاقد مع لاعب البارسا. وأشارت الصحيفة لأن المستويات التي قدمها برايثويت أثارت إعجاب مسؤولي بعض الأندية الإنجليزية خاصة برايتن، الذي لن يجد مشقة في التعاقد مع اللاعب نظرا لاتفاقه على بيع لاعبه بن وايت مقابل 58 مليون يورو لأرسنال. ولن تكون فرصة برايثويت مواتية للمشاركة في مباريات الموسم الجديد مع البارسا، خاصة بعد تعاقد النادي الكاتالوني مع الأرجنتيني أغويرو والهولندي ممفيس ديباي. يذكر أن برايثويت 30 عاما انضم لبرشلونة شتاء 2020 قادما من ليجنس الإسباني، والذي يلعب حاليا في الدرجة الثانية. أفادت تقارير صحفية إسبانية أن الدولي الفرنسي جال كوندي لا ينوي الاستمرار في الدوري الإسباني ويرغب في الانتقال إلى إنجلترا. كوندي يتألق مع إشبيليا خلال الموسمين الماضيين، ولفت أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبرى من بينهم برشلونة وريال مدريد. صحيفة آس الإسبانية أكدت بأن كوندي أخبر المقربين منه برغبته في الانتقال إلى الدوري الإنجليزي للعب في مستوى مختلف عن الليغا. مانشستر سيتي وتشيلسي من بين الأندية التي ترغب في ضم كوندي من إشبيليا، وبعد الإفصاح عن رغبته سيكون من الصعب على برشلونة أو ريال مدريد التعاقد معه. كوندي لديه عقد مع إشبيليا حتى 2024، وقيمته السوقية الآن لا تقل عن 60 مليون يورو. ذكرت صحيفة ديلي ميرور البريطانية أن ريال مدريد عرض نجمه البرازيلي فينيسيوس على مانشستر يونايتد أثناء مفاوضات الناديين لنقل رافائيل فاران إلى ملعب الأولد ترافورد. وتوصل اليونايتد لاتفاق مبدئي مع الريال للتعاقد مع فاران، والذي سينتهي عقده عقب نهاية الموسم القادم، وحتى الآن ما زال يرفض تجديد عقده. وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن إدارة الريال اقترحت على اليونايتد التوقيع مع فينيسيوس أيضا، حيث يسعى النادي للحصول على المزيد من الأموال لتمويل صفقة مبابي مهاجم سان جيرمان. وأضاف التقرير أن يونايتد يرحب بفكرة التعاقد مع فينيسيوس، لكن المشكلة تكمن في سعر اللاعب المرتفع، علما أن الريال يطلب الحصول على 70 مليون يورو للتخلي عن اللاعب.